اليوم عقدة الجلسة بحضور الكتل المتحالفة الكبار، التيار الصدري والكتل السنية والكتل الكردية، ونعد البعض من الكتل أيضا الشيعية والسنية والكردية عن الحضور. كان نصاب الجلسة 202 نائب، يعني ما وصلنا إلى ثلثين. وبالتالي تحولت الجلسة إلى جلسة اعتيادية بعد اقتراح مقدم من أحد النواب بمناقشة مشروع القانون المقدم من رئاسة الوزراء برقم 76 سنة 2022. هذا القانون هو قانون مشروع الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وقانون مهم جدا. بالتالي عدم انعقاد الجلسة أدى إلى أنه تأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء لغرض الانعقاد. أكيد إن شاء الله ماضين بالعدد القانوني لانعقاد الجلسة و220، نسعى جاهدين إن شاء الله. كان السبب في عدم الحضور في الكتل الإدارة التنسيقي، كذلك البارتي بعدم حضوره وبعض النواب السنة، كذلك المستقلين كثير منهم لم يحضروا، كثير منهم حضروا، عدد منهم معين حضر إلى الجلسة والآخرون لم يحضروا إلى الجلسة. إن شاء الله نعول على الجلسة القادمة على بعض الأخوة من المستقلين وبعض الأعضاء من بقية الكتل، إن شاء الله يكمل العدد ويتم إن شاء الله التصويت على رئيس الجمهورية. القضية هي ليس التصويت على رئيس الجمهورية حتى يكون الموضوع واضح، للموضوع متعلق في كثير من مصالح الشعب العراقي اللي من ضمنها قانون الموازنة معطل، وتعرفين اليوم أن يعني كثير من الأمور اللي تخص المواطن هي متعلقة بسبب عدم إقرار الموازنة.